بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقة النهاردة، هنراجع مع بعض يونت 10 و 11 و 12 شابتر 5 شابتر 6. دول أول مراجعة النهاردة، تعتبر دي المراجعة رقم 3، يعني ذا ثيرد ريفيجن. ونشوف حضراتكم تمام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي هيبدأ معانا؟ أبدأ أنا. طيب طيب ابدأ أنت. طيب دي حاجة جميلة خالص، ده نعمة الطيارة، تفضل. ماشي. Salwa told her friend is that she هتبقى will be ليها be will be traveled. لو قلنا be will be traveled أصبحت الجملة في المبني للمجهول. لكن هي، طب ما هو شي موجود اهي، الفاعل موجود، ادي الفاعل اهو شي، فهنا ما تكونش الجمله في الباسيف، الجمله في الاكتف. هتبقى وود. وود دي طبعا هنا لا. طبعا هنا عند حضراتكم نشوف هتبقى الجمله ايه. سلوى told her friends that she tomorrow. الباقون خشوا معنا في الحوار. ايه ترافلنج يا مستر؟ ايه ولا سي؟ ايه. ها؟ سي. الإجابة الصحيحة فعلا نمبر سي. ما خدتش بالك من حاجة يا رانيا، إنه هنا آخر الجملة الظرف الزمني اللي عندي موجود تومورو. هو طبعا اللعبة عندي في ناس هتاخد لبالها، قالت ان سلوى told her friends، اذا الجمله في الاندايركت سبيتش، كله قال كده في الريبورت سبيتش، يعني في الكلام الغير مباشر. فكانت الناس هتخطا، كلها راح تختار كلمه was traveling. طبعا ما خدش باله انه اخر الجمله موجوده كلمه tomorrow. لو كتب اخر الجمله the next day او the following day، يعني غير الظرف الزمني، كان حولت الجمله الى الماضي. لكن انا الان حضراتكم هو هنا ما حولش، بقى ظلت الجمله في نفس زمنها كما هي. The hotel has a very good, so a lot of tourists stay there. يا رانيا هتبقى دي اخر واحده. Reputation فعلا معناها ايه؟ Reputation دي يعني هي إجابة صحيحة، بس إيه معناها؟ عشان لو جتني في مكان تاني أعرفه. ها؟ حد يلحقها. ريبوتيشن يعني؟ سمعة. السمعة، تمام. Mother to punish me if I came home late again. جيت متأخر هيحصل لك تعاقب. يبقى الأم بتعمل إيه هنا؟ told. أخبرتني to told، ما لا يأتي بعدها to. أسك. طيب حد يلحقها؟ threatened هددتني فعلا. The five best are going to be interviewed for the job. مين دول؟ هتبقى سي دي ابلكيشن دي ابلكيشن دي طلبات التحاق، او عباره عن برامج على اللي هو باختصار كلمه اب. هتبقى بي انت بتختاري بقى. ايه الابلكانتس اللي هم المتقدمين للوظيفه، عملنا لهم انترفيو. اي ماي براذر نوت تو بلاي ويز فاير وركس. سيد قلت، اتخلي بالك مش عارف. اي ده المتحدث، ماي براذر المتحدث اليه، اذا ما تنفعش سد. سي وارند حذر. ركز شويه يا رانيا. ماي فازر وانس ذات مره وركد ات ذا ايجيبشن تو برازيل. اشتغل في البرازيل ايه؟ اول واحده ايه؟ رول حاكم، راح حكم في البرازيل.
Ambassador. 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 اللي هو ايه معناها؟ سفير. معناها السفير. علي صوتك يا نعمة عشان صوتك بيوصل بالعافية. He asked me anyone about the secret. قال يعني طلب مني. ها؟ Not to tell. ألا أخبر أحدا. طبعا هنا عند حضراتكم ده عبارة عن request or order. Out, there is a car coming. خلي بالك. Which? اللي هي watch. Watch all B. Watch out. Watch out. طيب. The policeman asks the boy if his parents. Now, الأخيرة. يعني يعرف. خلي بالك asked يعني وفي was طب يعني ماضي هنا في بس بقى كده باستا ايه مستر نمبر A new عارفة ماضي no new آخر واحدة ليك يا رانيا most students start looking for بوليد اللي هي اللي before they leave university بوليد employment يبحثون عن الemployment اللي هو عندنا عبارة عن ايه الوظيفة اللي هو التوظيف او العمل ماشي قول يا نعمة father asked me late again not to come not to come فعلا not to come I have on an art course enrolled أدرج اسمه في سجل I asked her tell me about her career if she could تمام a strong wind is from the south today يعني في فعل من الأفعال هذه يأتي مع الرياح blowing أهب تمام she wondered what طالما استخدمنا الأداة يأتي بعدها فاعل ثم فعل في الماضي we were تمام Fluency is perhaps the most important language الطلاقة الفصاحة skill مهارة the teacher told us that the Nile ركز بقى is ليه من هنا حقيقة حقيقة تمام nothing can make the loss of a child هنا بيختبرني في ايه في مشتقات كلمة make لو انت فاكرة الكلام اللي احنا قلنا make up for هي بمعنى يعوض تمام برافو عليك if أو I asked him if poems he often wrote excellent تمام excellent he often wrote my uncle teaches creating at university creative تمام اللي هي الكتابة الإبداعية برافو عليك هايدي ما احنا في انتظارك The policeman said that bark there. We mustn't. Excellent. We mustn't. كلام كويس. براف. Seeing my children's joy made building the tree house all worthwhile. أيوة فعلا.
يعني أنا كل اللي أنا عملته يعني رأيت السعادة في وجوه الأطفال، فكان هذا أمر worthwhile، يعني يستحق المجهود والتعب. علي said that he، علي said that he of course the following week، the following week. What start? Excellent. What start? برافو عليك. In summer the sun at nearly midnight in the north Europe. Sets. Excellent. Sets. فعلا sets. طيب ليه احنا اخذنا sets؟ ليه استخدم الاختيارات كلها present simple؟ لان هو بيتكلم هنا على الشمس، هي عبارة عن الشمس اللي هي حقيقة، يعني بتكلم على حقيقة غروب الشمس. He told me he a wonderful time at the park the previous week. Previous had week. Spent. Excellent. Had spent. برافو عليك. The company is offering a special to increase sales. Promotion. الشركة. نعم. Promotion. رقم ايه؟ ايوه دي معناها ايه بروموشن دي؟ اللي هي ال العرض او ثواني مش عارف. تصريح. نو تصريح او ترقيه او ترقيه، ايوه الثانيه اسمها بيرميشن، دي هنا ايه؟ بروموشن هي بمعنى ترقيه وبمعنى ترويج في السلع، خلي بال حضراتكم بمعنى ترويج. علي هاز جاست has just told me that he to a friend's wedding tonight 27. خلي بالنا نعم just يعني مش هنحولها مش هنرجعها ماضي، لأن الجملة قيلت منذ فترة زمنية قصيرة. is going. excellent. is going. برافو عليك. I'm not to give you advice about what you should do. I'm not what? Qualified. Excellent. Qualified. برافو عليك. تمام النهاردة. The tourist, if the price of the room included bed and breakfast. Inquired. Correct answer. Excellent. Inquired هنا بمعنى يستفسر عن. My sister has always enjoyed up stories. Making. Making up يختلق يفبرك. تمام. Excellent. هايدي النهاردة excellent. كويس. برافو عليك. مين معانا النهاردة وصل؟ علياء وصلت. بس علياء اللي وصلت. هنقرأ القطعة طبعا، المفروض ان كنتوا قرأينها بس عشان الناس اللي ما عندهاش المذكرة. Parents usually have a complaint that their kids are glued to the television for long hours. فاكرين الكلمة دي؟ ايه معنى الكلمة دي؟ طيب الصمغ معناها ايه؟ جلو. ايوه، فهو هنا استخدم هذه الكلمة كفعل، استخدم هذه الكلمة كفعل. معلش زي كأنه ملزوق. يعني هنتوقف استاذ شعبان برن مش عارف يعني ايه بس نشوف تاني نكمل شغلنا مع بعض. نعم يعني تمام افتكرت التسجيل مش انا قفلت التليفون. parents احنا قلنا هنا تاني القطعة هنقرأها من تاني من جديد. parents usually have a complaint that their children are glued to، يعني كأنه بيقول، شوف تعبير بلاغي، ان اولياء الامور بيشتكوا ان اطفالهم لازقين في التلفزيون، يعني معناها watch television for a long time. In fact, TV can be useful or harmful
according to the way we deal with it. طبعا التلفزيون ممكن يكون كويس وحش حسب احنا كيف نتعامل معه. طيب TV can have a positive, هنا هيبدا على التاثير الايجابي, influence on kids. A few television channels are, ها فاكرين الكلمه دي, كلمه ها ديدي, dedicated to creating, مش هقول لكم طبعا معناها عشان هنسال عليها, to creating educational and informative content for children. طبعا برامج ومحتويات مفيدة طبعا للايه للاطفال. This broadcast only, هذه تذيع فقط, educational content covering subject like art and craft, science, history, geography and math. TV is also a great medium that exposes children to different language around the world. TV is one of the primary sources of entertainment for kids. The sounds and colorful image on the screen appeal to محببتهم إلى children and also retain their attention. انتباههم أهو. The best way to expose your kids to sports is through TV. Encourage them to watch different sports by co-viewing with them. يعني اصطحبهم, ما تخلوهمش يتفرجوا على أي حاجة, أنت تكون موجود معاهم. Tell them about the gameplay, rules and other interesting facts about the sport. If they show interest in any, encourage them, يعني لو هم اهتموا بأي شيء, اهتموا بأي نوع من أنواع الرياضة, بأي برنامج, encourage them to play the game or sport. Television takes that child to different countries and educated them about various cultures in the world. Some TV shows are, يعني بعض العروض are inspiring, ملهمة ومحفزة. They encourage children to try new things. For example, a documentary, اللي هي طبعا الحياة الوثائقية, about famous scientists, artists, اللي هم العلماء والفنانين, and other public figures, can inspire children to do good deeds, أفعال, to or achieve something big in life. TV affects children negatively as well. Addiction to TV, فاكرين shows that, فاكرين الإدمان, shows reduces the amount of physical activity in children, يقلل الحركة الزائدة. Sometimes they refuse to do anything else but watch TV all day, ودي بتحصل مع حضراتكم, اعملي كذا, لا لابدأ في قدام التلفزيون ولازقة فيه, مش عايز تعملي أي حاجة. Lack of proper physical, المناسب يعني, activity and too much screen time can lead to vision problems. طبعا ده هيؤثر على البصر ومشكلات بصرية على العيون يعني. Research has also indicated that, أوضحوا, that there is a direct connection between, هناك علاقة مباشرة between TV time and obesity. فاكرين الكلمة دي؟ الكلبزة, السمنة. And kids, moreover, TV eats away the time, ده بيستنفذ الوقت. Children get to interact with other children in their social circle. كمان ده بيخلي الأولاد ما يبقاش لهم علاقات اجتماعية مع الأطفال اللي موجودين في دائرة الاهتمام. Which may affect their knowledge, ويؤثر على المعرفة and understanding of social interactions and behaviors, العلاقات الاجتماعية والسلوك. Excessive watching, الزائد أو المفرط أو الإسراف, could affect your children brain development, بيأثر كمان على نمو العقل للأطفال. TV may encourage violent, العنف, and aggressive, والعدوان, يعني السلوك اللي هو العدواني والعنيف, in some kids, في بعض الأطفال. وهكذا
انتهينا من القطعة وترجمناها لحضراتكم. طبعا انا عارف ان كنتوا حلتوها بس انا قرأتها عشان تصلح كل اللي موجود عندك. ونقول لعلياء good morning. علياء please start answering the question. Where is علياء؟ علياء gun. ماشي يلا يا نعم. Parents can what? Watch useful sports with their children on TV. برافو عليك. فعلا يشاهدوا مع أبنائهم. How is TV sometimes harmful to children? كيف يصبح TV ضارا؟ It makes their vision better. اخترت ايه؟ It makes their vision better. اللي هي يجعل الرؤية better مو حلوة يعني عينيك تبقى ممتازة انت وده تأثير دار؟ لا It leads to obesity. ايه طبعا عشان طبعا انت ما عندكيش دي مش شايلة همها يعني السمنة. طيب How does TV hinder children's يفسد understanding of social behavior. It reduced the time children practice physical activity. طبعا فعلا انه يقلل children communicate with other children. اهو يعني هو طبعا بيقلل لو اخترت the time children practice physical activity بيقلل حركتهم. طبعا مش لازم ده هو اخطر حاجه بيقول لك خلي بالك واختار حته كلمه سوشيال بيهيفير سلوك اجتماعي عشان كده اضطريت ان انا اختار انه يقلل تواصلهم مع الاخرين. Which of the following is an advantage of TV watching. ميزه بقى من المميزات. It teaches the children several languages. تمام أنه يعلمهم الكثير من اللغات. What parents main complaint about TV. إيه الشكوى الأساسية للآباء عن التلفزيون. Their children watch TV for long. فعلا أن أولادهم their children watch TV for long. تمام. What does the underlined word dedicated mean. باخدها لك حته حته يعني وهي حته حته عشان تخلي بالك. dedicated معناها ايه اللي هي كلمه intended. ايوه intended. تمام جاءت من كلمه intention انتهاء الانتباه والنون والقصد. طيب how is TV a good source of entertainment. كيف يصبح TV مصدر من مصادر الترفيه والتسلية الجيدة. The sound is and colorful image on the screen. تمام. Appeal to children and also retrain their attention. Excellent. فعلا فعلا هذا هو الكلام اللي احنا اللي اتكلمنا عليه. هو لما اتكلم قال لي ان هو طبعا في اشياء بتبقى الايمج والحياة الملونة اللي موجودة فيها دي هتلاقيها هي من اول هنا يعني احنا لو خدنا الخط ده هتلاقيها موجودة من الحتة دي اللي هي بيكون فيه الالوان موجودة حواليه وطبعا بتشد انتباه يعني اهو لو عايز اعلمها لكم اهي موجودة هنا في الحتة دي اهي دي واحدة وممكن كمان هتكمل باقي الإجابة موجودة عندك في هذه المنطقة. طيب تعالوا بينا كمان what ولهنا how can TV help children travel around the world without leaving their homes. بيساعد الأولاد إن هم يسافروا بدون أن يتحركوا أو ينتقلوا من بيتهم. إزاي؟ Television takes the children to different countries and educated them about various culture in the world. حلوة يا بنتي ممتازة. هو فعلا بيأخذهم معاه
وبيوديهم يعني التلفزيون أو زي ما أنت شايفين كده takes children أو بياخد الأولاد ويعلمهم هنا أشياء موجودة حول العالم موجودة عندكم أو عندهم. طيب تمام برافو عليك. What determines if a TV is useful or bad? TV can be useful or harmful according to the way we can we deal with it. يا سلام على الكلام الحلو. فعلا كيف يصبح نقول على التلفزيون ده وحش ولا كويس؟ ده لما يكون حسب الطريقة اللي انت ديل بتتعامل بها مع TV. تعاملت معاه يعني طريقة كويسة خدت منه الحياة المفيدة يبقى إذن هو مفيد، لكن أنت لو استخدمته طريقة خاطئة طبعا في اللحظة دي أنت هتكون أنت المصاب بالأذى. From your point عايز رأيك بقى from your point of view how can parents make good use of TV؟ إزاي الآباء يستفيدوا أو يجعلوا هذا التلفاز مفيد لأبنائهم؟ They encourage them to watch different sports by أيوة يشجعونهم إن هم إيه يتفرجوا على الحياة الكويسة وعلى السبورتس زي ما أنت قلت كده تماما، وهذه طبعا إجابة صحيحة وكويسة وتمام برافو عليك. طيب في عندنا هنخش على النوفل Choose the correct answer. مين وصل معانا هنا وبيهرب كل شوية؟ علياء وصلت. الحمد لله على السلامة يا علياء. ازيك يا مستر؟ الحمد لله على السلامة. يلا بقى النوفل في انتظارك. تمام. Why did the daughter of the inn owner apologize to Rassendil? اعتذرت له ليه؟ هتبقى دي؟ اللي هي قالت له يعني ايه talking badly about the king. طبعا هي تحدثت بطريقة غير صحيحة طبعا للملك. تمام. Princess Flavia received two letters from اتى اليها خطابان من مين ومين؟ The king and the duke. الكينج بعت له جواب. هو الكينج اصلا محبوس. لا معلش ثواني. ها الخطابين كان من راجل وست. ذا ديوك اند ديموبان. هي فعلا ذا ديوك اند السيده ديم انطوانيت ديموبان. Why did Antoinette de Mauban decide to help Rassendil? لماذا قررت أن تساعد Rassendil هذه السيدة؟ She hated people being killed. أي فعلا هي تكره أن ترى الناس مقتولة. How did Rassendil beat Michael Zimin at the summer house? كيف هزمهم؟ He used an iron table. Yeah, excellent. تمام. Sat killed them. آسف. بعد كده عندنا How much do you think Rassendil trusted the Marshal? How much? مستر. نعم. أنا خلي نعمة تكملها عشان أنا مش مراجع القصة. فالحة. نعمة عندك ولا شوف هايدي ولا شوف رانيا؟ تمن درجات عليها. يعني how much تساوي كلمة to what extent يعني إلى أي مدى كان يثق Rassendil في المارشال؟ He trusted them a lot because they gave them the rule the capital يعني. يعني هو يعني هو الوحيد اللي كان trust in them and trust in him to A واثق فيه ان هو يعمل ايه المأمورية اللي كلفه بيها اهم من البلد. اول في البداية ان هو to protect
ها مين؟ برنسس فليفيا. ذا برنسس فليفيا. والخطوة الثانية كمان اللي انت عايز تقولي عليها كمان تو طبعا بروتكت ذا ايه ذا كانتري فروم مايكلز امبيشن. What you ask the princess to marry if you are where Rassendyll? أو أنت كنت مكان Rassendyll. هل كنت تطلب الزواج من فليفيا؟ Yes or no and why? No one? ممكن أقول yes because أو their plan had to be done. هو طبعا ده رأيك بس هو الإجابة الأصح طبعا هو ممكن كان ممكن يطلب منها الزواج بس يعمل له delay يعني كان postpone يعني يأجله يعني بخطوبه فيها تأجيل لكن هو الأفضل إن هو no why because isn't fair يعني ليس إيه عادل. شيء عادل for the princess. How do you think Johan's weak character helped Rassendyll? شخصية جوهان الضعيفة ساعدت Rassendyll. How? Because he accepted صح. Excellent. Because he accepted to give Rassendyll the information about the castle. تمام. And the king. أيوه. And agreed to help Rassendyll because he afraid of Rassendyll. هو خايف من Rassendyll طبعا لأنه شخصيته ضعيفة. لكن طبعا ولذلك هو بدأ يوافق على مساعدة Rassendyll. دي الإجابة. كله شايف الشاشة شغالين كله تمام؟ الشاشة زهرة عندكم؟ زهرة تمام. دي الإجابة بتاعت القصة. أهي لو في حد طبعا ما لحقش يسجل ورايا أهي دي إجابة القصة اللي احنا اتكلمنا عليها منذ قليل. وبعد كده طبعا هنرجع مرة تانية للمحادثة بتاعتنا ونشوف احنا طبعا مش هنسيبك يا علياء. سامي is ringing up a hotel to book a room. يعني هو هناك مستر. نعمين اجاوب؟ ايوه I am waiting. I want to book a room. I want to book a room. نشوف كده ادي الاجابه اللي حضرتك قلتيها. I want to book a room. اهو ماشي. سيرتيلي ها قال له 4 nights 4 ليالي. How long will you stay there? Will you stay here? طبعا في إجابة هي صغيرة فعلا إجابتك صحيحة وآدي في إجابة صغيرة أهي اللي هي ممكن سؤال هي short answer بيسموها for how long for nights. سؤال تاني single please do you want it single or double? نشوف نعمة مالها. أيوة يا نعمة الصورة مش ظاهرة عندي. الشاشة مش ظاهرة عندكم يا اخوانا؟ لا ظاهرة عندينا. كده ظهرت؟ ايه نعم ظهرت كده؟ لا يا مستر. طب انا اطلع وادخل تاني يعني ولا ايه؟ خد اطلع يخش تاني مش مشكلة. كانت إجابتك إيه في نمبر 3 يا علياء؟ Do you want it single or double? Single or double. فعلاً single or double. يعني أنت هتقعد عن عايز أوضة نوعها إيه يا عم أنت؟ single or double يعني بسرير واحد ولا بسريرين؟ تمام.
very well. كان في سؤال تاني بعد very well. سامي أمين سارتي مصطفى كامل ستريت ألكسندريا. يبقى طالب منه ايه؟ What's your name? بس and your address. اهو كده. طبعا هو بيطلب منه شيئين هنا لانه كانت في الإجابة برضو شيئين. يبقى اذا انا لازم اوضع شيئين عندي الاثنين اهو. ادي الإجابة هي طويلة طويلة طويلة. اهو يعني سينجل اور دبل اهو يعني الإجابة مش عايزين نطلعها فوق عشان تعرفوا تفهموها. نصغرها شوية. For bed and breakfast. رح سأله سؤال تاني. For bed and breakfast that is 80 pound a night. يبقى. How much does it cost? أيوة فعلا. يعني how much is the room per night. يعني ده هو طبعا إجابة تانية. الأوضة بتكلف كام في الليلة. أهي. عشان صغرها برضه عشان تكفي. بعد كده رايت اوكي ثانك يو هير يو ار. نشوف هو طبعا فعلا هير يو ار او ممكن بوك عشان هو بيتكلم هنا بالتليفون. خلي بال حضرتك خدت بالك بيقول له بوك احجز لي خلاص الحجره وانا موافق على ذلك. وهذه هي اجابه المحادثه بتاعتنا حتى النهاية. تعالوا بينا كمان نشوف طبعا الترجمة بتاعتنا. If you don't look after our heritage, it could easily disappear like most of the wonders of the ancient world. Heidi. أقول يا مستر؟ هايدي مش تقول ايه؟ هيدي طفشت. طيب قولي علياء. إذا لم نعتني بتراثنا يمكن أيوة. أن يختفي يمكن أن يختفي بسهولة مثل معظم عجائب العالم القديم. إكسلنت برافو عليك يا باشمهندس. تمام. It took a long time to develop new ideas in the past but this is not so any longer. لقد استغرق تطوير الأفكار في الماضي وقت طويل لكن ذلك لم يعد الآن. يعني لم يعد فعلا. تمام فعلا. آدي الإجابة اللي انت حضرتك قلتيها من شوية أهي. إذا لم نعتني بتراثنا فسوف يختفي مثل معظم عجائب العالم القديم. كانت كثير من الوقت يستغرق لتطوير الأفكار الجديدة في الماضي ولكن هذا لم يعد يحدث الآن أو لكن الأمر لم يعد كذلك. طبعا آخر جزئية في هذا الإجزام. ليست العطلة الصيفية وقتا ضائعا بل يجب الانتفاع بها في عمل مفيد أو قراءة مثمرة. summer holiday isn't waste time but we should benefit from it in useful work or يعني ايه مستر مثمرة؟ فلفل ما بتعيش طبعا. اكتبي انت كلمة يوسف يعني هاي ماشي. يعني مش كلمة فلفل هي يعني اللي هنديها لك بعد شوي. كلمة اسف مش فلفل فروتفل. انا اسف كلمة فلفل دي معناها يحقق او ينجز. فروتفل جاءت من كلمة فروت اللي هي السمرة. سوري. إن عصرنا عصر حضارة ذكية تحتاج إلى فكر مستنير وعقول نشطة تدرك التطوير السريع التطور السريع. نظارة عاملة شغل. Our age is the intelligent civilization age which need light thinking and activity brains which relies quick development. Excellent. فعلا. The summer holiday is not a time to waste, but it should be benefit from. يعني استخدمها اللي هي طبعا على انها ايه
استفاد from in a useful activity or fruitful reading. Our age أو era era برضو ينفع. In the age of smart civilization, أنت قلت intelligent مش مشكلة. Which needs ها أنت قلت كلمة light وكان ممكن كلمة lightning. تمام. طبعا هنا كلمة thought لأفكار and active minds. كلمة realizing or achieving fast development. ده حضرات السادة انتهاء الامتحان الاول اللي احنا اشتغلنا عليه، واحنا اتفقنا هنخلي لكل فيديو امتحان واحد فقط لا غير، وبعد كده هنبدأ برضو تاني مع الامتحان التاني ان شاء الله.